اوكي اذا بنطلع هون هذا عندي موديل لهيت اكسشينجر تقريبا بتشبه الى حد كبير هيت اكسشينجر احنا شغالين عليه. الاختلاف الوحيد انه هون عندنا كان الكتريك هيتر مزبوط، هون راح يكون هيت اكسشينجر بتمر مي سخنه في هيت اكسشينجر بتسخن الليكويد اللي موجود بالتانك، في تشابه كبير. وعندنا ديستربنسز، الديستربنس هون نعتبره تي اي اللي هو درجه حراره الفلويد اللي داخل، وبيتحكم هو بدرجه حراره الفلويد تبع التانك واللي طالع. واذا ستيرر شغال بشكل صحيح معناها ما فيش اختلاف بينهم. هلا هم اللي عاملينه هون عاملين هاي الديستربنس عاملينه ستيب فانكشن، وعامل هو سيت بوينت مثلا هون حاططها درجه حراره زيرو، ممكن تحطها اي درجه حراره من هون. ومستعمل احيانا بيستعمل فيدباك كنترول، واحيانا بيستخدم فيد فورورد كنترول. هي فيد فورورد كنترول باث، هاي الديستربنس باخذ الديستربنس بيقيسه على اساسه بيتحكم، او نعمل فيدباك بناخذ البارامتر اللي عمال نحاول نتحكم فيه نقارنه بالست بوينت. مش هيك بتذكروا فيدباك وفيد فورورد واوبن لوب. فانا راح افتح الموديل من هون. انا في عندنا جي يو اي، هي البروسيس من هون. اذا بنطلع اول شيء على البروسيس اللي هو الجي يو اي جرافيكال يوزر انترفيس، هون راح يكون عندي راح يدخل السائل اللي عمال بجيبه هون بدي اسخنه، عادة راح يكون ابرد وبدي اسخنه وراح يطلع معي سائل من هون. وهون اظن انه بيعتبر كونستنت هولد اب، مع انه مش مبينه واضحه تماما من هون، بس هي هذا هون معتبرينه انه كونستنت، يعني هذا المفروض يطلع على الليفل اللي موجود هون. هي ستيرر. هلا هون في عندنا الترانسميتر بلغه البروسس كنترول، بلغتنا احنا سنسر او ترانسديوسر. فاحنا هون يا بنقيس درجه حراره الليكويد اللي بدنا نتحكم فيه عشان اعمل فيدباك، يا بقيس درجه حراره ايش؟ الانبوت اللي هو الديستربنس وعلى اساسه بعمل فيد فورورد كنترول، او بخلط ما بين الاثنين. فاحنا اذا بدنا نخلط ما بدنا ناخذ اول شيء الاوبن لوب حتى نشوف السيستم لو ما عملت له كنترول واجى ديستربنس خلص كل اللي عاملينه احنا هون عماله عندي الموديل تبع البلانت والموديل تبع الديستربنس وعماله بيطلع معي درجه حراره من هون. بامكانك تغير الفيد فورورد جين والفيدباك والفيد فورورد ديلي. والديلي هلا بشرح شو هو الديلي او الـ. فلو صار عندي هلا هون عملنا رن، هي هون الليكويد عماله بدخل عندنا الليكويد السائل البارد، الستيرر عماله بيشتغل من هون، وهي هون صار عندي ديستربنس. هلا بتلاحظوا هاي شو اللي عم بيصير هون؟ الديستربنس صار هون، بس امتى بدا هذا يتغير؟ هلا مثلا ممكن يكون السبب فرضا انه انا عندي الانبوب ملان كان سائل سخن لسه. شو بنسمي هاي البروسيس؟ هاي بنسميها ديد تايم او ترانسبورت ديلي. هذه نون لينير بروسيس، هذه مش تايم كونستنت. اذا انا بدخل ستيب فانكشن على سيستم وما بيطلعش اوتبوت غير بعد فتره زمنيه معينه، هذه بنسميها ديد تايم او ترانسبورت ديلي. وكلمه الترانسبورت واضحه من وين؟ من وين جاي؟ في عندي هون الترانسبورت، يعني يمكن انا ما غيرت تغيرت درجه الحراره من هون، بس لسه هذا ملان السائل الاحمر الساخن. فبعدين ما انتقل اثر هاي من هون وانتقل لهون، في عندها هذا الديد تايم اللي صار هون. الديد تايم مش بسيط، حوالي 30 ثانيه في عندنا ديد تايم. هذا نون لينير بروسيس، نون لينير بيهيفير، بنسميها ديد تايم او ترانسبورت ديلي، مختلفه عن الفيرست اوردر. الفيرست اوردر سيستم لينير بروسيس، هذه نون لينير بروسيس من هون. هلا احنا هون لو بدنا نعمل فيد فورد، احنا مش عاملين هون فيد فورد، هي فاثر الديستربنس بين كامل مظبوط؟ مع طبعا هون هذا ايش؟ ايش هذا البيهيفير اللي هون؟ هذا ديد تايم، هذا فيرست اوردر، فيرست اوردر ريسبونس. فاثر الديستربنس كامل بين على الاوتبوت، مش هيك؟ احنا مش عاملين اي نوع من الكنترول، لا عاملين فيد فورورد ولا عاملين فيد باك. هلا اذا جينا هون اخذنا واحد من انواع الكنترول، فاخذنا هون مثلا فيد فورورد. هلا فيد فورورد صار عندي انه بقيس انا هون الديستربنس اللي بصير، هذا اثر الديستربنس كموديل، بس هذه هي الكنترولر الان. اوكي؟ فاخذت انا استن هاي وعمالي بدخل شيء على البلانت اللي هي بالحاله هاي الهيت اكسشينجر. مش الهيت اكسشينجر، انا بتحكم بالفالف اللي هون السيتنج تبعت الفالف وعم بسخن الليكويد من هون. فانا شو عمالي بعمل؟ شو استراتيجيه تبعتي الان؟ بقيس درجه حراره الفلويد اللي جاي من تي انبوت. بناء على هذا التغير بضربه بفاكتور معين او بايكويشن معينه اللي هي الاف، وعلى اساسها بغير الانبوت تبع الهيت اكسشينجر. فمثلا وجدت انا انه درجه حراره الليكويد نزلت اللي داخل، اللي شو بعمل؟
باجي لانه نزل درجه حراره الليكويد رح تكون ببروده اكثر مش هيك؟ حتعوض هاي البروده شو بزيد؟ بزيد الهيت اكسشينجر. لكن رح تلاحظوا حتى الكنترولر اذا في ديد تايم في البروسيس الكنترولر شو بحاول يعمل؟ بحاول يعوض الديد تايم اللي موجود في البروسيس بانه هو نفسه يحط في نفسه ديد تايم. فالان اذا حط اذا عملنا رن لهذا السيستم هي هون عندي هي الترانسبورت ديلي فما اثرت هاي غير بعد فتره لما مر السائل من هون. هي صار التغير الموجود هون هلا خلينا نطلع وين الكنترول فيريبل تي مضبوط وين تي هون السوليد لاين مضبوط مش الخط المقطع فشو صار عندي شوفوا شو عمل هو تنبأ بالمشكله قبل ما تصير شو اللي رفعه فوق هذا ايش اللي فوق الخط اللي فوق في كانه مش هيك في وشو هو في الفالف تبع الهاي فهو الان انه انا عارف انه طبعا هو عارف انه البروسيس هاي فيها ديد تايم فهو حط في نفسه ديد تايم اوكي يعني هو عارف انه اثر هذا اللي شافه لانه هو شوفوا السنسر وين موجود وايش في بين السنسر وبينها تبدا تاثر على الهاي في هذا اللي هو ايش سميناه ترانسبورت ديلي او ديد تايم فهو عارف انه قاس الهاي طبعا هو الاحسن ايش كان يعمل ايش الاحسن حط السنسر احسن طريقه حتى اتخلص من ترانسبورت ديلي او ديد تايم احسن طريقه اذا بقدر اني احاول الغي الترانسبورت ديلي اني احطه هون بس اذا مش قادر اعمله راح اعرف انه هاي فيها تقريبا من هون لهون قد ايش تقديركم المسافه هاي؟ طيب ليش نعم 30 ثانيه ليش يجي من الديد تايم؟ احسن يجي من الديد تايم، الديد تايم مصيبه هذا مصيبه في الكنترول ممكن يسبب يخلي السيستم انستيبل ولو مش تنبأت فيها قبل مش احسن بالسيستم صحيح انا تنبأت فيها قبل بس اذا بديت اشتغل عليها مباشره هلا مش بكون انا استبقت الاحداث اكثر من اللازم سويت هون احنا بنعمل كنترول تمام هلا اذا ما بقدر اشيلها بدي اعمل كنترول واخذها بعين الاعتبار بس الاحسن الديد تايم اتخلص منها ايوه يا احمد دكتور بس انا هون طالما انا عندي الفولف بيت بالعكس هون انا مجبور اخلي السنسور قبل عشان اعطي الوقت لما الفولف يفتح ماشي تمام ممتاز اوكي ماشي ممتاز ممكن يكون في سبب كويس لك ممكن هو بقول احمد بقول يمكن يكون هذا نفسه باخذ وقت حتى فانا بدي شيء مبكر يحكي لي ايش اللي موجود هون ممكن هذه تقريبا قديش قلتوا 30 25 ثانيه يمكن تقريبا في دتان هاي اللي هي هاي واللي هي بتعتمد على السرعه مش هيك بتعتمد على سرعه الليكويد والمسافه بيطلع معي زمن من هون هذا الدتان من هون قبل ما يبدا ياثر على الاوتبوت شوفوا نجاح استراتيجي هاي شو عمل هذا يفتح الفالف بكير فتح الفالف بكير من هون فلما ايش صار شوف الايرور قديش ما اصغره مش عمل هو وين رجع بس ليش نجحت استراتيجيه هاي لانه الوقت بده وقت التانك عشان تمام اوكي انا عارف الديستربنس هذا وانا محدده وعامل له موديل واخذته بعين لو في ديستربنس ثاني طلع لو تغير البروسيس تبعت البلانت كل الاشياء هاي فنجاح الفيد فورورد بيعتمد على ايش بيعتمد على اني اعرف شو هم الديستربنسز خصوصا الديستربنس الرئيسيه ويكون عندي موديل ولازم يكون عندي موديل كويس هون لازم اعرف قديش هذا الديد تايم اللي موجود من هون لهون فهذه استراتيجيه لا شك انها ناجحه لو صار عندي دبليو هلا لو جيت دخل غير دبليو دبليو صار فيربل مثلا هون الفيد فورورد ما راح يعرف اصلا الفيد فورورد مش عارف شو شايفين طلعوا هون هاي مش رايحه محل انا قست التمبرشر بس مش مدخلها على الكنترولر اوكي ماشي واضح لاني عم بعمل بس فيد فورورد ما عم بعمل فيدباك هلا اذا جينا حطينا الاستراتيجيه الثالثه اللي هي فيدباك بس رح اشوف التغير رح يصير في تغير في الاوتبوت قبل ما ابدا اتصرف دكتور بس اذا حطينا التمبرشر يعني بالبدايه قبل هيك قربنا على التانك هلا مش رح تصير تزيد درجه حراره التانك اكثر يعني كونها حار يعني مش بارد كثير بس فقلت لي ايش بتقولي اذا اخذت التي هاي وقربتها من هون هاي التي هاي حطيتها هون تمام راح يختفي مع الديد تايم هلا هذا هلا بصير هل هذا كويس ولا سيء بيعتمد سرعه الريسبونس من هون قصدي ممكن ترتفع درجه حراره التانك اكثر من زيرو قصدك اذا انا اخذت يعني هون هي راح تبرد طبعا هي عم تنزل بتبرد راح تنزل درجة حرارة التانك مش هيك؟ فهل انت بتقول انه راح يرتفع راح تتغير درجة الحرارة قبل ما الحق اني اواجهها؟ هذا كله بيعتمد على الموديل اذا الموديل هذا سريع والريسبونس تبعي سريع ما في مشكلة.
اذا انا بستفيد من هذا الورنينج المبكر بعتمد على الموديل تبعي هون حسب الموديل اللي موجود. نعم دكتور، ما له ما ناخذ من اخر الخط الضايق هي يعني نفس تقريبا لما اخذه من التانك يعني، فلما اخذه ابكر احسن. اقوم اخذته ابكر. هلا في حالتين، في حالات بكون الديد تايم مشكله وبدي احاول اتخلص منه، في حالات ما بقدرش اتخلص منه اصلا، ما بقدر اقيس غير في مكان معين. يعني في ذير جود ريزنز ليش احيانا بضطر يكون في عندي ديد تايم في البروسيس. اذا انا بقدر ادرس البروسيس واحللها والغي الديد تايم بكون هذا احسن، لانه الديد تايم بحسب مشاكل. الديد تايم ممكن يخلي السيستم على فكره انستابل، بس احنا صعب نحلله بالطرق التقليديه تبعتنا، لانه ما فيش عندنا شيء طريقه سهله. الديد تايم على فكره اي تو ذا ماينس الاس، مش هيك مظبوط؟ تعطيني الديد تايم اللي موجوده في البروسيس. نعم، بس الديد تايم هو اللي يتحكم لي بالامبليتيود تبع قصدك وجود الديد تايم ساعدني؟ لا، الديد تايم هو اللي خلاني احدد قديش الامبليتيود اللي لازم ازيده تبع الهيت. اخذته بعين الاعتبار لاني انا مدخله بالبروسيس. تمام، يعني بس قصدي لو انه مثلا نحن قربناه ممكن يعني يوفر علينا طاقه هذا الشيء. هو كله بيعتمد على الموديل، كله بيعتمد على الموديل. صعب انا اعطيك جواب واحد واضح لانه بيعتمد على الموديل، بدك تدرس الموديل كله بالداخل. بس هدول الاثنين على فكره فيهم مودلز، هذا اف هلا بنشوف اف شو فيه، في داخل فيه الموديل تبع البلان، في محطوط فيه الديد تايم نفسه اللي موجود في البروسيس. ممكن بس سؤال؟ تفضل. ممكن نلغي الديد تايم واحط السنسر كمان انا بالتانك اذا بطأت الفلوريت؟ ايوه، هلا هون هذا رح ناخذ الفيدباك. اذا بطأت الفلوريت تبع ال، مو انت اذا فضلت الفلو ريت انت غيرت البروسيس، يمكن صاحب البروسيس يقول لك ما بدي تغير الفلو ريت، انا كان بدي دبليو، بدي دبليو تكون هيك، كان دبليو يعني ما تكون شيء انت بمكانك انك تقدر تغيره. هي شوفوا ايش صار، ايش المشكله هلا هون؟ ما بدينا نتحرك غير لما بدت الامور تخرب، فالديفيشن عندي اكبر هون، مظبوط؟ وبدي اشوف شو اعمل، اعمل بي دي، احط بي دي كنترولر والدي يساعدني اوكي يتنبأ انه في مشكله، فالدي يتصرف بشكل اشد. بس كمان تذكروا اذا حطيت بي دي وحطيت اجريسيف كنترولر الهيت اكسشينجر يمكن يبطل حجمه يكفي، شو بدي اضطر اجيب؟ هيت اكسشينجر اكبر، ال كيو ار اوكي ماشي بتذكرين؟ بصير عندي هذا الهيت اكسشينجر حجمه اللي موجود هون بكفي لطريقه معينه، بس اذا انا بدي اشد على الرايز تايم والايرور اصغر الايرور بدي الريسبونس يكون سريع تبع الرايز تايم تبع البروسيس، يمكن بدي احتاج اعيد الحسابات تبعتي اقول هذا الهيت اكسشينجر لهذا التانك ما راح يكفي. كيف بدي اضطر اكبر؟ اذا هون هلا اشتغل بشكل كويس وفي عندي اوسيليتر ريسبونس، وعلى فكره اظن هاي بي اي او بي اي دي كنترولر اللي احنا حاطينها هون. محطوطه هون بي اي او بي اي دي حتطلع على ستيدي ستيت ايرور وتحسن الريسبونس للدي كمان. لكن زي ما حكيت كل ما كبرت الدي وشديت بدك تحسن الرايز تايم تبع السيستم وكبرت كي، في احتمال هذا يبطل يكفي. يصير بدنا هيت اكسشينجر اكبر، زي ما بدي محرك اكبر مثلا. اذا هاي هون مش مشكلته، لكن هذا اي ديستربنس بيصير راح يقدر يتغلب عليه، سواء كان في البروسيس لانه هو عم براقب فعليا قديش درجه حراره التنك وعم بقارنها بزيرو. هلا هون ممكن اخذ احسن ما في التنين. شو صار عندي الان؟ هي السنسر هون وهي السنسر هون. هلا هذا يمكن مش استراتيجيه جيده، لانه انا ممكن عمالي بقول في ديستربنس رئيسي، انا عارف انه الديستربنس الرئيسي تبعي هو درجه السائل اللي عم بوصل لي، فهذا حطيت له فيد فورورد كنترول ليتغلب عليه. اي ديستربنسز ثانيه وريسبونس ثاني هذا راح بتغلب عليه الفيدباك. وصار عندي الان تو كنترولرز، اثر الكنترولر الاول بجمعه مع اثر الكنترولر الثاني. الكنترولر الثاني اللي هو الفيدباك هيو، الكنترولر الاول جاي من الفيد فورورد من الديستربنس، الاثنين هلا بيشتغلوا. طبعا هدول هذا الموديل عشان نشوف ايش بيطلع عندي اوتبوت، هذا الموديل تبع البلانت، هذا الجزء تبع التانك نفسه، وهذا الموديل تبع الديستربنس. هلا بتشوفوا ليش بدي موديل للديستربنس، يعني كاني عمالي بعمل موديل للديستربنس لهذا البايب اللي موجود هون. هلا طلعنا على الريسبونس من هون، هلا الفيد فورورد اشتغل هيو، وكمان الفيدباك اشتغل هون اعطى اثر، هي الاوسيليشن اللي موجود هذا اثره هو الفيدباك، لانه الفيدباك كنترولر سكند اوردر سيستم اللي موجوده هون. اوكي اخر شيء نتطلع، خلينا اوقف هذا.